في إطار متابعته للأوضاع الراهنة على الساحة السياسية، أصدر مجلس الدفاع الوطني بيانا أكد فيه على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات. المجلس أكد التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها. وطالب مجلس الدفاع الوطني العناصر المعتصمة في منطقتي رابع العدوية وميدان النهضة بالإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين. كما طالب تلك العناصر بالكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وأكد المجلس أنه يراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في رابع العدوية وميدان النهضة والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين. ودعا المجلس هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، وحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز في إطار سيادة القانون وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. قبل أن نبدأ في حوار الليلة نقول لكم على آخر الأخبار. نظم مؤيده الرئيس المعزول محمد مرسي ظهر اليوم عدة مسيرات انطلقت من عدة مساجد في طريقها إلى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر ووزارة الدفاع وعدد من السفارات العربية. انطلقت مسيرتان، الأولى من مسجد الفتح برمسيس، الثانية من مسجد النور بالعباسية إلى ميدان رابعة العدوية، بينما اتجهت المسيرة الثالثة التي شاركت بها عدد من سيدات جماعة الإخوان إلى محيط وزارة الدفاع بكوبري القبة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مقر الوزارة بسبب التجديدات الأمنية حول الوزارة. نظم أيضا أنصار الرئيس المعزول المعتصمون بميدان نهضة مصر بالجيزة مسيرة إلى سفارتي السعودية والإمارات، وتوقفت المسيرة لبعض الوقت أمام مبنى مديرية أمن الجيزة القريب من مقر اعتصامهم دون وقوع أي اشتباكات مع قوات الأمن. هي دي أحداث المسيرات النهاردة المؤيدة للرئيس المعزول. صحيح، أوضاع هذه المسيرات وكيفية التعامل مع هذه الحالة في الشارع المصري خصوصا مع خروج عدد من الجثث من مواقع الاعتصام سواء في رابعة العدوية أو في النهضة، والتحقيقات المستمرة في أحداث الحرس الجمهوري وأحداث طريق النصر والمنصة، كل هذه الأمور سنتابعها في من القاهرة مع ضيوفنا الكرام، بالإضافة بالطبع إلى زيارة كاثرين أشتون الثانية لمصر في خلال أسبوعين هذه الزيارة، وما يجول في عالم السياسة حولها وكيف تكون الأيام القادمة والتحديات المفروضة على مصر، التحديات الداخلية أو التحديات الخارجية وكيفية التعامل معها. أرحب بضيفي الكرام، أنا وشادي بالطبع في من القاهرة، سيادة المستشار كمال الإسلامولي رئيس المجلس الوطني المصري، برحب بحضرتك سيادة المستشار، وأيضا الدكتور عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد، أرحب بحضرتك. أهلا بكما. وأبدأ معك سيادة المستشار، يعني هناك هنبتدي من نقطة معينة، طبعا زيارة أشتون هنتناولها بالتفصيل، ولكن هناك نقطة يعني تتعلق بزيارة أشتون للرئيس المعزول محمد مرسي. استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير هذا اللقاء واعتبرته خيانة لإرادة الشعب المصري اللي خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة بالقضاء على الإرهاب، لأنه ليس من حق أشتون أن تطلب هذه الزيارة ويوافق عليها. رأيك ايه؟ والله رأيي مع إجلالي وتعظيمي لأهمية وقيمة العلاقات الدولية بين الدول، إلا أن الأمر لا يتجاوز خطوط لا يجب تجاوزها، وهي أنه يتحول الأمر ويبدو كما لو كنا أو حتى اللي بيتعامل معنا من منظوره أنه إحنا مستعمرة تبع الاتحاد الأوروبي ولا ولاية تبع أمريكا، سواء كان التعامل من أمريكان أو من كاثرين أشتون بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إجابة تطلع على أحوال من باب الاطلاع
وان كان ده في حد ذاته انا يعني شايفه من شأن داخلي ما لهمش دخل بيه، لكن فترة عدة سنوات السابقة او العقود السابقة اللي هي تحديدا يعني من النص الثاني من عصر السادات، لا المسائل اتغيرت في العلاقات مع الدول مع مصر، بقت المسألة ما فيهاش ندية، بقت المسألة تدخل سافر، بقت المسألة تبعية انتوا، وفضلت بقى الخطوط يتم تجاوزها لحد ما وصلنا الى فعلا شكل من الاشكال الصارخة للتبعية. احنا لا احنا تابعين للاتحاد الاوروبي ولا تابعين لامريكا، وقيمة 30 ستة بالفعل ان هي ما كانتش حالة ثورة على رئيس عجز الاداء، بل كانت رفض لاخوان الدولة، رفض لمنهجية الاخوان، رفض لحاجة اسمها اخوان، ومعها رفض للتبعية. يعني قيمة 30 ستة انها بتحمل المعنيين، رفض للتبعية. قلقني جدا في تصريح كاترين أشتون النهاردة، وكل يعني قال انها تصريحاتها متوازنة في المؤتمر الصحفي، هي قالت انا قعدت معاه ساعتين وانه في عباره هي قالتها انا عايز وانه يتابع مباريات الامور من خلال وسائل الاعلام، ده هي قالته ان الشعب المصري يحدد مستقبله، يحدد مستقبله، واني لم اتفاوض مع مرسي او اتحدث معه في الخروج الان. فالعباره دي بتقلقني، انا ببص لها بقلق، ان باب موارب، هي بتعمل باب موارب. انا مع الاراضي المصريه، لكن برضو ببص للطرف الاخر بان انا بعمل باب موارب معاه. لا، الشعب المصري حدد مستقبله، مش لسه هيحدد مستقبله. الشعب المصري بالفعل حدد مستقبله. الشعب المصري بالفعل اتحط على المسار الصحيح. عملية بقى خروج آمن أو مش خروج آمن، أيضا اللي قررها الشعب المصري. طيب. مش هيكررها حد غير الشعب المصري. طيب دكتور عارف، الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والوضع اللي احنا فيه من يوم 25 يناير ألقي فيه باللوم كثيرا على الأحزاب المصرية المختلفة، وقيل إن أدائها ليس على القدر المطلوب، خصوصا في فترة خطيرة وفترة انتقالية، وربما يمكن حتى ما انتهتش الفترة الانتقالية على الرغم من وجود رئيس في العام الماضي، لكن الفترة استمرت في تحدياتها المختلفة، ما كانش فيه حل واضح للمشاكل. دور الأحزاب حضرتك شايفه ازاي حتى هذه اللحظة؟ طيب، أولا بداية كان اسمحي لي أن أنا أقول يعني حديث بدائي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنتهن هذه المناسبة ونحن في العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لأن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونحن جميعا بدعاء بأن يحفظ مصر ويرعاها ويحميها من عبث العابثين. وأيضا نقطة مهمة أخرى سوف أعقب على قبل أن أدخل في موضوع الأحزاب، على زيارة ليفي أشتون، وهي اسمها الحقيقي ليفي أشتون، وهذا الاسم اسم يهودي صهيوني قح، وهي أيضا حسب المعلومات المعروفة عنها عضو في المحفل الماسوني العالمي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، نقطة أولى ومهمة، النقطة الثانية أن هناك سؤال يطرح نفسه بجدية. عندما كان الرئيس مبارك وحدثت ثورة 25 يناير وجاء أوباما ودول الاتحاد الأوروبي وكانوا عمالين ناو 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 immediately go والكلام ده كله، هذا كان موقف من الرئيس مبارك اللي هو أخذ موقف بطولي وشجاعة وقال أتخلى حفظا على دماء المصريين وحفظا من الانجرار إلى الفوضى، وقالها تعبير انا او الفوضى، بغض النظر عن هو او الفوضى، لكن ما نحن فيه الان هو الفوضى. اجي اخذ المقارنه في الموقف مع الدكتور محمد مرسي. الكل اوباما والدول الاتحاد الاوروبي انجلترا وفرنسا والمانيا تتمسك بضروره بقاء محمد مرسي. السؤال الذي يطرح نفسه حقيقه، لماذا هذا التمسك بمرسي؟ ولماذا هذا الإصرار على أن يعود مرسي، على لسان كاترين أشتون أو ليفي أشتون النهاردة، أن يعود لممارسة نشاطه ويعني أعماله؟ هذا قالته النهاردة في المؤتمر، وأعتقد دي كانت النقطة اللي خلت عدم تقبل
للمؤتمر ليها، وان الدكتور البرادع لما رد عليها رد كان سياسي ودبلوماسي، اضطرت تنسحب من المؤتمر بطريقة الإهانة توجه لها وليس إلى المؤتمر. الإهانة توجه لأشتون وليس إلى المؤتمر باعتبارها يهودية جاءت تتفاوض على أن يعود الدكتور مرسي ليزاول نشاطه. هذا السؤال مطروح، والأيام ستجيب عن الاتفاقات التحتية التي أبرمها الدكتور محمد مرسي مع الولايات المتحدة ومع المحفل الماسوني العالمي ومع الصهيونية العالمية ومع إسرائيل لعملية تعديلات الحدود التي كانت مطروحة واستيعاب الفلسطينيين في جزء من أرض سيناء. هذا كله أنا أرجو أن الفريق السيسي وأجهزة المعلومات المصرية تفصح 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 عما لديها من معلومات في هذا الصدد، لأن هذا سيريح الكثيرين ويطمئن الكثيرين ممن موقفهم يعني يحتمل قدر من الريبة حول أن الدولة أو الجيش يعاون على خلع مرسي أكثر مما كان يعاون على تحقيق ثورة شعبية. هذه نقطة أتركها لهم يجاوبوا عليه. نرجع بقى لسؤال الأحزاب. الأحزاب المصرية عندما حدثت ثورة 25 يناير كان لها دور في المشاركة في هذه الثورة التي خرجت بداية من الشباب، ونحن يمكن في هذا المبنى قلنا أننا نرفع القبعة لهذا الشباب الذي استحضر يعني ذكريات كثيرة وخرج ثائرا على الأوضاع، وتحققت الثورة بفضل من الله ودعم من الجيش في 25 يناير. لكن هناك من قفز على هذه الثورة وكان ذلك بمساعدة غربية وبإعداد، والوثائق الموجودة التي نشرت على النت في الويكيليكس وغيره وغيره تؤكد وجود علاقة حقيقية وقديمة بين الإخوان المسلمين وبين المخابرات الأمريكية وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1995 وثم 98 و99 ومشاركة ودخول في اتفاقات كانت تحتية، والوثائق فضحت ذلك، والذي يريد الاطلاع عليها فليذهب، وإذا أفصح الإخوان عنها فليفصحوا. ويعني أبسط شيء ممكن أذكره الآن عندما تحدث الدكتور عصام العريان، هم بينطقوها بره مستر إريان مستر إريان، وهذا الدكتور عصام العريان عندما تحدث ويدعو اليهود إلى الحضور إلى مصر واستعادة حقوقهم، وأنا أذكر لو أن التلفزيون هنا الآن يتصل بالنائب السابق محمود نفادي أو أحد الذين تقدموا بشكوى ضد عصام العريان وآخرين عن الوثائق التي تسربت وتم التوقيع عليها بأن ضرورة استعادة وتنظيم استعادة حقوق اليهود من خلال هنا الخطير بقى من خلال مجلس الحقوق اللي احنا مشكلينه الذي كان يرأسه الغرياني، وهناك عبد الله الأشهل موجود فيه، والوثائق هذه موجودة. أنا أتمنى الأستاذ الإسلامبولي يعلق عليها يمكن يعرفها، كلها هيظهر كلها خطيرة لأنها لما تظهر هتريح قلوب كتيرة وهتخلي ناس كتيرة كانت موقفهم يعني متردد ينتقلوا إلى موقف الحسم. طيب المستشار كمال الإسلامبولي يعني أكدت الصفحة الرسمية للجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية أن المستشار هشام بركات النائب العام سوف يصدر قرار بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة خلال ساعات. البعض بيقول أنه ليس من صلاحيات النائب العام أن يصدر هذا القرار، ده من صلاحيات وزارة الداخلية بشكل أساسي باعتبارها الوزارة المكلفة بحفظ الأمن الداخلي. إذا ما رأت أن المعتصمين خرجوا عن السلمية من حقها أن تنفذ فض الاعتصام بدون إصدار قرار من النائب العام. الرأي والله الرأي القانوني فيها ان انت هنا بتنتقل من العمل البوليسي اللي هو اذا كان من حق الداخلية حين ترى جريمة متلبس بها انها تلقي القبض على مرتكبيها. انا عايز افرق الاول بين حالة الاعتصام السلمي وهي بكل شك بكل تأكيد ومفيش محل الشك الحالة اللي احنا قدامها دي مش اعتصام سلمي، لان اعتصام سلمي مجرد تجمع ناس ومعاهم سلاح يبقى خرجت من نطاق الاعتصام السلمي. فما لان هنا مثلت حاله خطر، فما بال بقى لو انتقلت حاله الخطر الى حاله الضرر، ان الاعتصام السلمي بالسلاح استخدم
وروع امنين وقتل ناس وحرقت ابنية وتم اعتداء على منشآت. يبقى وصلنا هنا لذروة الضرر وذروة اكتمال عدة جرائم مجتمعة ينطبق عليها القسم الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الباب الثاني اللي هي جرائم امن الدولة. طب وده فضل اعتصام بالقوة يا فندم؟ فضل اعتصام بقى انا باخد على فكرة انا الحتة دي انا يعني تديني وقت فيها سنة شوية. بس حضرتك تجاوب على سؤالي هل لازم النائب العام يصدر قرار؟ ما انا هقول لحضرتك النائب العام بيصدر قرار بيديك الغطاء القانوني ان لازم الامين على الدعوة العمومية. زي ما بيروح الضابط في الاحوال المبسطة يطلب بمحضر تحريات اذن من النيابة بمداهمة منزل او بتفتيش شخص او بإلقاء القبض على شخص، هو هنا بياخد قرار قانوني انه يرتكن في اعماله التي قدم بها محاضر الى النيابة في والتي سيقوم بفض هذا الاعتصام لانه قد تجاوز الحدود المباحة انه يحتاج الى قرار من النيابة. ما رأي النيابة؟ ما رأي القانون؟ انا كشرطة بقول له ما رأي القانون؟ بيقول لي رأي القانون معاك، اتفضل اتخذ سلطاتك وقم بإلقاء القبض مع من يرتكب جرائم، قم مع من يقطع الطرق بفض اعتصامه، لان المسألة تجاوزت الى مرحلة اضطرابات داخلية مش مرحلة اعتصامات. السؤال بتاع حضرتك الفض الاعتصام شكل الفض نفسه. الفض احنا بيتصدر لنا افكار سواء من امريكا او من اوروبا او الى اخره تحت مزائم حقوق الانسان والحريات، وبيكبلونا بالحته دي وبيروعونا بيها. طبعا ده مش بعيد برضو عن زياره كاسن اشرم النهارده. ما هو مش بعيد، لكن لو احنا شفنا انه سواء في فرنسا او انجلترا او امريكا انه حين تتعرض اي دوله منهم الى اضطرابات داخليه بيعملوا ايه؟ وده ستيرهم بتنص على ايه؟ وقوانين اجراءاتهم بتنص على ايه؟ كلمحه مقارنه في القوانين في الدساتير وفي قوانين الاجراءات في هذه الدول اللي بتطالبنا ان احنا ما نتخذ حقوقنا كسلطه في مواجهه الارهاب. هنلاقي مثلا كينيدي في 62 63 في ولايه ميسيسيبي قمع المظاهرات في جامعة ميسيسيبي واستخدم الميليشيات، كل ولاية ليها ميليشيات داخلية بخلاف القوات الفيدرالية، واخذ من الكونجرس الامريكي الطرف والسلطة المطلقة في قمع هذه المظاهرات. حلال على الامريكان وحلال على كينيدي وحرام علينا لما بنشوف كل بؤر الارهاب في الشتات في الارض جمعت في السنة اللي فاتت وبقت في سيناء كل بؤرة ارهاب في العالم اصبح النهاردة ما وقع في سيناء في السنة اللي فاتت خدت كارت بلانش بسكن هذه البقعة من الارض. ثم هذه المناظر التي تراها يوميا من حرق ومن تدمير ومن اشعال ومن محاصرة ابنية ومن قطع طرق ومن قتلة ومن احتجاز ناس وتعذيبهم داخل هذه الاعتصامات، المطلوب نعمل ايه؟ نتفرج ونحسس عشان امريكا وعشان اشتون وعشان مش عارف مين ما تتحرق اشتون وتتحرق امريكا حين يكون الامر متعلق بلحظة ان تكون مصر او لا تكون فلا نظرة للوراء او على اليمين او على اليسار لاي دولة في العالم لان الامر اصبح متعلق. هبصلهم عشان ايه؟ عشان ادفني وما بقاش موجود كدولة؟ لا مش هبصلهم، انا هعمل سلطاتي وهعتبره شأن داخلي وهتاخذ سلطاتي وما شئت من سلطات لقمع هذا الارهاب حفاظا على هذه الدولة. الملك جون في انجلترا في سنة 1215 لا تنازل عن جزء من سلطاته في انه كرامة الانسان وحقوق الانسان والى اخره. لما اجي امسك بقى مادة 699 من قانون الإجراءات الفرنسي الحالي اللي شغال والمادة 700 هلاقي بتدي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية بتفويض من البرلمان الفرنسي في أن يكون له سلطة مطلقة، كذلك في أمريكا دستورهم
من 1791 الاضطرابات اللي حصلت في لندن السنه اللي فاتت. لندن كاميرون طلع وقال عندما يتعلق الامر الامن القومي الانجليزي فتسقط حقوق يعني لسه قريب. يعني انا النهارده انت بتحرم عليا اللي بتحلله على نفسك عشان تحفظ بيه امنك، يبقى انت عايز مني ايه؟ الرساله دي وصلت النهارده. هذه زراعه ده مشروع بقى، هذه زراعه تحافظ عليها لانها يدك في المنطقه التي تحقق لك مشروعك الصهيوني في تقسيم هذه المنطقه مش مصر بس، وفي تفتيتها ليبقى الكيان الصهيوني تحقيقا لبروتوكولات حكماء صهيون ال 24 هو القوه العظمى وهو الاعلى في الارض بالنسبه لهذه البقعه. فاذا احنا مش هنغيب عن كده ونقول اه خد رقبتي انا مسلمها لك اقطعها. ثم هذا تتفاوض مع مرسي كاترين اشتن، هذا يعني انا اول مره اشوف حد يموت يطلع له شهادتين وفاه، واللي انا شايفه ده اعلامات وراثه. نظام مرسي مات 30/6 وطلع له شهاده وفاه في 30/6 وطلع له شهاده وفاه ثانيه في 3/7 وطلع له شهاده وفاه ثالثه في 26 واللي انتوا شايفينه ده الظاهر هو عباره عن اللي احنا بنشوفه الظاهر هنا او هناك هو ده بقى علامات الوراثه. الورثه ورثت ايه؟ ورثت الزراعه التي تريد ان تبقى تابعه لجسد في الخارج يحقق مارب الخارج في الداخل عن طريق هذه الزراعه. هل بقى نحسس ولا يبقى الوطن وليفنى كل من يريد ان يمس بهذا الوطن وبأمنه؟ وهسيب الكلام للدكتور عارف ده. انا ليه حياتي عشان ده صديقي من زمان. انتوا جمعتوا الصوت من زمان يا استاذ. هو انا الحقيقه الحته دي بالاضافه لكلام القانون والتأصيل القانوني اللي اتكلم بيه المستشار كمان، في ناحيه حقائقيه على الارض. اولا سكان المنطقه تقدموا بشكاوى عديده، وهذه الشكاوى لابد من الرد القانوني عليها، ولا بد ان يصدر النائب العام قرارا بناء على هذه الشكاوى لسكان تضرروا بوقعه مستمره بقالها اكثر من شهر. ده جانب، فلابد ان النائب العام يصدر قراره في هذا ردا على هذه الشكاوى. هنيجي بقى للناحية الشرعية، لأن احنا الآن نتحدث مع مجموعة تدعي لباس الإسلام، وهؤلاء يعني أنا سأذكر لهم آيات وأحاديث، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم، العقوبات الأربعة دي، قطع الطريق المطلوب شرعا، إماطة الأذى عن الطريق، وأعطوا الطريق حقه، والكلام ده كله الذي يقطع الطريق يعاقب شرعا، يعاقب بالآية، آية التعزير هذه وأكثر منها كمان. فإذا إذا كنا نتحدث بمنطقهم الذين يتحدثون به جميعا بتطبيق الشريعة والشرعية، فالمفروض كل دول يتلموا قطاع طرق يطبق عليهم حكم الله وشرع الله، وبالتالي دي نقطة مهمة جدا. يبقى إذن هنا يعني احنا بنقول لهم والله احنا هنطبق عليكم شرع الله اللي انتوا بتقولوا ان انتوا متمسكين بيه ولازم تعاقبوا بموجب هذا الشرع. اتنين، اما نيجي للحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المال العام في المنطقة دي تعرض للإهدار من خلال تخليع كل بلاط الأرصفة ورصه وقطع الطرق بيه واستخدامه، إذن هناك إهدار للمال العام، وهذه حرمة وحرمانية يعاقبوا عليها. اتنين، وده موضوع هيخصكم انتوا هنا في التلفزيون، وأنا يمكن بالمناسبة أنبارك للدكتورة درية بأنها يعني تولت منصب وزيرة الإعلام وعليها مسؤولية الآن. انتوا لكم كام عربية هناك مستغلين استغلال مباشر الساعة في البث المباشر تكلفتها $10,000 على الأقل كساعة، بجانب المساعدات الأخرى عندك حوالي من $15,000 لـ$20,000 في الساعة الواحدة. في اليوم الواحد 24 ساعة يبقى بطلع لي بحوالي $1,000,000 في اليوم. بقالك شهر وشوية واخد العربيات، مين اللي سهل الاستيلاء على هذه السيارات؟ مين اللي سمح بإن تتسرب الشفرة عشان تستخدم هذه السيارات، تستخدم هذا الاستخدام وتتلف هذا الإتلاف؟ يبقى هنا عندي اتلاف مال عام بان هو معطلها واتلف الكاوتش والكلام ده كله والارصفه
وهناك استخدام لهذا المال لصالحه. انا النهارده بقول للدكتوره دريه: يا دكتوره دريه، انت وزيره الاعلام المسؤوله الان، هناك وزير اعلام سابق سهل الاستيلاء على هذه السيارات واستخدمت فيما يضر مصلحه البلد، وبالتالي وجب اذا كانت هناك اموال مصادره لهؤلاء لهذا الفصيل، فالاولى ان يقنن اجراء من داخل مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون لخصم هذه الاموال لصالح مبنى الاذاعه والتلفزيون. انا عندكم هنا، انا يعني يمكن من الاشياء اللي ممكن اكون بسمعها كويس واعرفها ان الرواتب عندكم متاخره وناس كتيره مش لاقيه رواتبها. طب لما تاخد بقى من الاموال المجمده دي والمصادره وتقنن اجراءك وتستولى على الاقل من هذه الاموال على ما يرد لك حقك، انا بقولش تاخد حق غير حق، تاخد حقك من الاموال دي وتحاسب اللي ايه سهل الاستيلاء على هذا المال العام واتلافه، يبقى هنا التلفزيون بيسترد حقه لا مؤاخذه يعني محدش بيستعبطه ولا حد بايه بيتكلم عليه. ثلاثه احنا اتكلمنا على اكتر من حاجه، احنا لا انا هكمل بس الكلام، استاذنك بس معايا مداخله هاتفيه مع الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي. برحب بحضرتك يا استاذ ياسر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وحديثنا تطرق بالطبع للاعلام وكيفيه تناول الاعلام مع هذه الاحداث، خصوصا ان احنا بنلاقي مسيرات مناصري الرئيس المعزول بتخرج بشكل يناسب في توقيتاته الى حد كبير وسائل الاعلام الاجنبيه. اسلوب التسويق لهذا الاعتصام في الخارج وتاثيره على ما يحدث في الداخل. لا يعني بالطبع هو اللي بيحلل الاساليب التي تنتهجها جماعه الاخوان المسلمين وبعض حلفائها في تيارات اليمين الديني المتشدده الان، بيقدر يعرف انه كل اللي بتعمله الجماعه الان هي محاوله لخلق اوضاع ميدانيه مربكه للدوله المصريه، الضغط على اعصاب المواطنين والجهاز الحكومي من اجل تصليب مواقف تفاوضيه. لكن احنا بنفهم ان ده بيحصل عاده في البيئات الديمقراطيه المضطربه والهشه زي البيئه اللي احنا فيها حاليا وفترات التحول الصعبه والمرتبكه، لكن اللي بتضيفه جماعه الاخوان المسلمين واللي في الواقع بيثير الكثير من الاسى وايضا الكثير من الاشمئزاز ربما، هو انها في طريقها لخلق هذه الاوضاع الميدانيه لا تكترث ابدا بشيئين مهمين. الشيء الاول هو دماء المواطنين المصريين، في سواء كانوا من المواطنين المدنيين العاديين او الاهالي او التابعين للجماعه او المناصرين لها في اقساماتها ومسيرتها، وايضا دماء المصريين اللي سواء العسكريين او رجال الشرطه. وبالتالي انا بتصور ان الجماعه وصلت الى ممارسه الارهاب بشكل سافر وعلني وواضح، واحنا كل يوم بنقرا اخبار للاسف الشديد عن استشهاد جنود وضباط مصريين في سيناء. وهذه المساله في الواقع انا بستغرب جدا الجمهور يتعامل معها بشكل عادي جدا، لكن هي في الواقع هي حرب ارهابيه تشنها هذه الجماعه. الاكيد ان الجماعه وراء هذا الامر، لانه القيادي محمد البلتاجي سبق وقال بوضوح شديد، وكلنا سمعنا اللحظة التي سيعود فيها الرئيس طارق محمد مرسي إلى منصبه كما قال يعني هذا الرجل، فإنه سيتوقف ما يحدث في سيناء. التهديد والوعيد وكل هذه الأمور، لكن أيضا القضية أستاذ ياسر بتقودنا مش بس لمصداقية الإعلام لكن مصداقية الكلمة ومصداقية الصورة، لأن الحقيقة إحنا واجهنا نوع من التزييف الواضح في نقل الصورة سواء من قنوات أجنبية موجهة باللغة العربية، طبعا أخص بذكر فرنسا 24 على الرغم من اعتذار بعد ذلك على هذه الصورة، وما تقوم به قناة الجزيرة من تزييف للكلمة وأيضا التسليط الإعلامي الواضح لربع العدوية وإظهارهم بأنهم من المستضعفين أو من يتم استغلالهم واستغلال ضعفهم في هذه الأمور وهذه الظروف، ويقوم من يقوم بقتلهم وما إلى ذلك من هذه الكلمات والمواصفات. لا هو انا عايز افرق بس برضو للانصاف يعني بين الخطأ الذي ارتكبته فرنسا 24، لانه هو انحياز واضح وخطأ مهني واضح، لكنه في تقديري انا وسبب ان انا بتابع بقدر اقول انه خطأ غير منهجي، بمعنى ان الاخطاء
الاخطاء التي سارت في فرنسا 24 هي اخطاء غير منهجيه، هي لا تقصد ان تكرس انحيازا لمصلحه تفصيل معين، وبالتالي اعتذرت بالفعل فرنسا 24 عن هذا الخطا. لكن قناه الجزيره وضع مختلف تماما، قناه الجزيره تعمل كاداه دعايه سوداء لمصلحه جماعه الاخوان المسلمين، وهي تمارس ممارسات اعلاميه من شانها الاضرار بالامن القومي المصري وتهديد السلام في مصر. وبالتالي انا بعتقد انه الجزيره بتخسر الكثير جدا من رصيدها الذي حققته خلال السنوات الماضيه، وانا اعتقد انها تلعب دورا سياسيا بامتياز وقد خرجت عن دورها الاعلامي. عدد من الإعلاميين المصريين ربما قدموا استقالاتهم منذ 30 من يونيو، هذه الاستقالات أيضا بتتواصل مع من هم ليسوا فقط أمام الكاميرا لكن ربما أيضا من فريق الإعداد أو فريق الإخراج، لكن كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور، هل وقف البث هو الحل أم سندخل في منحى آخر بأن الممنوع مرغوب ويتم التوجه إلى أقمار صناعية أخرى وبالتالي نستطيع رؤية هذه القناة ويكون هناك متعاطفين مع ما تبثه من أخبار؟ يعني أنا عادة دايما موقف واضح بتخذه حيال الغلق الإداري أو القرارات الإدارية في حق وسائل الإعلام، لكن ما أنا أعتقد أنه قائم وماثل أمامنا بوضوح هو انه ربما يكون بالاستهداف القضائي للمخالفات التي تقوم بها قناة الجزيرة ربما يكون في احكام قضائية باتة في هذا الامر. انا اريد ان اذكر ان دول العالم الحر التي يعني تكرس حرية الاعلام وتحافظ على حرية الرأي والتعبير تقوم حينما تقوم بعض القنوات او المرافق الاعلامية بالاضرار بالامن القومي والسلام الاجتماعي فانها تكون في حال يسمح لها باتخاذ اجراءات حازمة، ولكن هذه الاجراءات لا تتخذ عن طريق الإدارة، يعني لا يصدر قرار إداري أو ما بيروحش معاهم مباحث باسم يقفل القناة، لكن هذه الأمور تؤخذ على درجتين عادة، يعني درجة مثلا في القضاء ودرجة في الإدارة أو درجة في القضاء ودرجة في البرلمان، وبالتالي حينما يصدر قرار قضائي أو حكم قضائي سيكون هناك بالتأكيد تسليم بهذا الحكم واقتناع في نفس الوقت. أشكرك أشكرك الأستاذ ياسر عبد الكبير الإعلامي. طيب لا بس عشان نضيق الوقت هنرجع لحضرتك، بس لازم نسأل أيضا سيادة المستشار سؤال. سيادة المستشار، عندما يقول البعض أنه المصالحة يجب أن تتضمن كل الفصائل الوطنية ولا إقصاء لأحد، أنت من خلال خبرتك في هذه السنة وقبلها طبعا سنوات كثيرة في التعامل من جماعة الإخوان المسلمين، هل تعتقد أنه فكرة التوافق الوطني ولا للإقصاء تنفع مع الإخوان المسلمين ولا ما تنفعش؟ شوف حضرتك، هو بعيدا عن شوية الظواهر اللي موجودة دلوقتي اللي هي من مجموعة القادة الموجودين اللي بيحرضوا واللي طول النهار مجين ودن بتحريض الجموع والجماهير، ومجرد ان تتساقط هؤلاء القادة والصف الثاني ممن ارتكبوا جرائم هتلاقي الاخوان نفسهم هيقعدوا مع نفسهم، هي من الداخل هيحصل امر جديد في جماعة الاخوان المسلمين، ده قولا واحدا، امر جديد لجماعة الاخوان المسلمين جاء بخلاف الجماعة التي نشأت من 28 الى اليوم، لانه العقلاء منهم اصل انت عارف داخل الجماعة في القطبيين وفي بتوع فكر بس في ايضا التنظيم الدولي يا سيادة المستشار اللي عنده اجندة محددة في العالم العربي او الشرق الاوسط. ما حدث في 30/6 العالم 30/6 ستجده في تركيا وستجده في تونس وستجده في هذه البلدان. انا مستشرف هذا انه سوف يحدث. هذه التجربه المصريه، المصريين ربنا حباهم كده بعظمه عبر تاريخهم، دايما يصدروا الجديد ودايما يبقوا سباقين في استشعار واستشراف الخطر. هذا التنظيم الدولي هو 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 ما هو بدا محلي لكن انتشر دولي. ليه انتشر دولي؟ لما تعرضوا لعملوا برضو مثل هذه الصور فتعرضوا من السلطه الى تضييق فانتشروا في الدول العربيه ثم في الاقليم ثم في العالم، وكل واحد قال لك لو انا يعني هطلع بس اشتغل لا اعمل دوائر اخوانيه، ثم مع مرور الوقت بقى التنظيم الاقليمي والتنظيم العالمي.
اللي أنا شايفه إن هذا التنظيم سوف يمحو منحى آخر اتجاه الدعوة. وفي حضرتك شايف كده يا سيادة الأستاذ، مش دلوقتي. هو تنظيم هدفه الأول والأخير الاستيلاء على الحكم. مش دلوقتي. أنا شايف إن هم اللي هم اتضحك عليهم باسم الدعوة، اللي هو فصائل كثيرة من الشباب دخلت باسم الدعوة. ما هو الكبير ده ماشي في سكة ما بيقولهاش الشباب، هو الشباب ماشي على قصة السمع والطاعة، وده اللي خلى مجموعة من شبابهم وشباب سعيد بيشوف انه بيدافع عن الإسلام ولذلك بتسمع النهاردة لا لعنف الإخوان، حركات من داخل أو إخوان بالعنف. فالشباب ده هينقسم قسمين، قسم اللي هيأوى الحياة السياسية يخش من خلال أحزاب بريئة من ليست على قاعدة دينية، والقسم الآخر اللي اختار طريق الدعوة هيختاره. أما القيادات إن بقيت في مسارها كما هي فأولا لا تصالح مع من لوست يده بدماء أيا ما كانت، مفيش تصالح. وإذا كنا بنتكلم على المصالحة فيعني معناها كده بداهة يخرج عن نطاق المصالحة كل من ارتكب جرما سواء حرض بالقول أو بالفعل أو ارتكب فعلا يمثل عملا دكتور بجرمان. عارف ده اللي خرج به النهاردة في المؤتمر الصحفي الدكتور محمد البرادعي، وقال أن يجب أن يتوقف العنف ويتوقف ترويع المواطنين ثم نبدأ الحوار. يمكن احنا أكثر من بدرة قدمت ويعني لا أدعي الفضل يعني لوحدي، لكن كثيرين شاركنا في تقديم أكثر مبادرة للمصالحة. كانت الأول مصالحة فقط ثم أضيف إليها محاسبة بعد كده، كان في شرط ضرورة المحاسبة والمصالحة، ثم أضيف إليها شرط جديد دلوقتي لكل الأحزاب المدنية أن يكون هناك مكاشفة ومصارحة ومحاسبة ثم ننتقل إلى المصالحة. تأتي خطوات تهدئة الشارع وترطيب الجو وتهدئة حرارة الجو الشارع عشان نقدر نمر بالحاجة دي. النقطة اللي أنا أشار إليها المستشار كمال إن الرؤوس والقيادات بتاعتهم دي لابد من التقاطها، لان ده اول نقطة لتهدئة الشارع، وده عمل شرط بحث بعد عملية القرار من النائب العام استنادا عشان يكون عملية اخلاء الشوارع لها الشرعية القانونية وتتم بيها دون بقى يعني ان العالم الخارجي مصالحه هم تبقى مهمة اما مصالحنا احنا فمفيش داعي، مفيش مشكلة تتعطل الاعمال والناس ما تروحش شغلها عشان ايه نرجع لهم. النقطة اللي هي ذات اهمية كبيرة جدا جدا الان ان اللي اشار اليها الاستاذ كمال، ان تركيبه جماعه الاخوان المسلمين في حقيقتها كهيكل بنائي اللي احنا بنسميه كلاستر بيراميد ستراكشر او يعني عنقود هرمي عنقودي شبيه 100% بتركيبة المحفل الماسوني على مستوى العالم، شبيه بتركيبة الحسينيات الشيعية لأنها كلها تنظيمات في السرداب تحت الأرض. هم عندهم هدف إعادة الخلافة الإسلامية والغرب يشجعهم جدا لهذا المشروع لأن هو خطوة أساسية في تنفيذ مآرب الغرب نحو تحقيق خريطة برنارد لويس لتمزيق العالم العربي وتقسيمه إلى دويليات إثنية وعرقية وطائفية ودينية. هذان خطان متوازيان، ولذلك تقبل الغرب وجود الإخوان المسلمين لأن هم المدخل الحقيقي له لتحقيق خريطة برنارد لويس اللي هي أحدث تركيبة عاوزين يطبقوها على الشرق الأوسط. النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم عليها أساسا يعني بقية استكمال التكاليف اللي احنا بنتحملها كدولة مصرية وكشعب مصري من تعطيل الأعمال. يعني أنا النهاردة لما تكون انت ساكنة هناك وبتلف ساعتين كم يساوي هذا البنزين؟ كم يساوي هذا الوقت؟ هذا كله أنا أطالب المسؤولين في الدولة بتجميع كل الخسارات دي، وإذا كان هناك حصل تجميد للأموال للتيار الإسلامي أو الإخوان المسلمين أموال دي في أجزاء كتيرة منها أخذت كانت مقدمة معونات لمصر أخذت، وأعتقد يعني أوباما والكونجرس ما هماش هبل عشان أوباما ينطق ويقول أنا وديت 4 مليار دولار مساعدة مش 8 مليار. الفلوس دي راحت فين؟ عايزين نتحاسب مع بعض. هم النهاردة
الدكتور مرسي عمل 600 قضية لحسن مبارك، 600 قضية لأحمد شفيق، ومن قضية لقضية لقضية. طيب النهاردة بالقانون اللي هم طبقوه ده على الرئيس مبارك وعلى المجموعة اللي كانت حواليه يطبق عليهم، من أين لكم هذه الأموال؟ من أين اكتسبتموها؟ المحاسبة. طب احنا برضو ما نعرف الرسائل اللي هو فاضل 3 دقايق بالظبط في هذا المشروع اللي بصتها للاتحاد الأوروبي والأمريكا. طبعا الرسائل اللي احنا النهاردة ممكن مصر قالتها لكاثرين أشتون وبالتالي للعالم الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية. شو حضرتك حاضر، بس انا عايز اتكلم في حتة المصالحة في جزئية تانية. مصالحة بالمعنى القانوني، انا لما اتنين متخاصمين بتصالحوا فيبقى لا يترتب بعد المصالحة اثر ما من تقاضي. صحيح. طب هل النهاردة التصالح، ولذلك انا يعني في داخلي فكرة التصالح مش مقتنع بيه، لكن لابد انك تطرحها. طب وفكرة المحاسبة من باب الطرح، من باب الطرح السياسي، من باب الطرح على مستوى المواءمة العالمية، بنتكلم سياسة عالمية وبنتكلم سياسة داخلية. لكن من باب بقى التحقيق الفعلي على واقع الارض انا داخليا شايفها مش هتتم، لانه التصالح انا بتصالح مع فصيل، مش هيستغنى عن قاضي ليه ارتكبوا جرائم ان هم يتحاسبوا. يبقى من حيث تكون هذه المحاسبه سيكون ناس في المصالحه، لان انا مش بعمل مصالحه جزئيه مع افراد، انا بعمل مصالحه عامه مع فصيل سياسي منه من حرضه ومن ارتكب جرائم. موقعه ايه؟ هو الحكومه بتعرض مصالحاته لكن مفيش استجابه. لا هم مش استجابه، مفيش استجابه خالص من الطرف. مين بقى؟ انا عندي بس لابد من عرضه. عندي صحيح هو قد عرض. انت عايز ايه؟ وايه اللي بيدور ده؟ وايه الزيارات اللي جايه دي؟ دي زيارات هي في حقيقتها تحد صارخ للاراده المصريه، اراده الشعب المصري التي تحققت وتاكدت، تحققت في 36 وتاكدت في 26/7 انه في رفض للاخوانه، في رفض لهذه الزراعة التي تحقق زي ما تفضل الدكتور وقال. انا عندي وجهين مختلفين في عمله واحده، وجه مشروع حسب المنهج بتاع التيار اللي هو الامميه، وانا كنت كتبت الدكتور مرسي هذا مشروع وطني قومي خطاب بتاع مقال في جريده الاخبار 30/6 قبل ما احلف اليمين 1/7 من قلت له الوصايا العشر للرئيس القصر، من ضمنها انه استاذيه مصر ان تعود مصدره للحضاره لا مستجلبه لها، فلن تكون نوعا لدوله امميه. انتم تتحدثون عن استاذيه اخرى غير الدوله الامميه. انت عندك المنهج هنا، معلش في نص ثانيه، المنهج هنا هو مشروع الامميه اللي هي بتبقى عباره عن حبات عنب داخل عنقود اسمه عنقود الخلافه، والحبات دي اللي هي الولايات. على الوجه الاخر مشروع صهيوني عايز يستغل عندي فكرك المنهجيه دي في ان يخليك تقطع وبعدين تيجي تلحم في العنقود يروح يعمل صدام دماغي. لذلك انا بقول 30/6 كانت حفظ للوطن وحفظ لجماعه الاخوان لو كانوا يتفكرون، وكتبت ده مقال في الجمعه اللي فاتت. طيب ولكنهم هم جهلاء في قراءه للحوار كتاب المستقبل اي السياسه. شكرا لكم جزيلا، نشكرك المتشرف العزيز رئيس المجلس الوطني المصري، كما نشكرك جزيل الشكر الدكتور عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد والاستاذ بجامعه 6 اكتوبر. شكرا جزيلا في نراكم على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا وفي نص ساعه. شكرا. ان هناك مراجعات تتم داخليه عندهم.